قال البروفيسور عوزي رابي الخبير في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب، قال إن حركة حماس تعمل على استغلال صفقة تبادل الأسرى من أجل تقوية موقعها في الضفة الغربية على حساب الرئيس محمود عباس. واستبعد رابي في مقابلة مع روسيا اليوم أن تمهد هذه الصفقة لمفاوضات مستقبلية بين حماس وإسرائيل في الوقت الراهن. هل تعتقد أن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل هي مؤشر لبداية مفاوضات مستقبلية بينهم من أجل الأمور العالقة من ناحية حدود، من ناحية فك الحصار عن قطاع غزة؟ صفقة شليط كانت لحركة حماس كعجلة إنقاذ سياسي، سمح لهم بإنقاذ الموقف الذي وصلت إليه بعد عودة أبي مازن من هيئة الأمم المتحدة مكللا بالانتصار. في نهاية الأمر هو القائد والرمز للشعب والدولة الفلسطينية المستقلة التي ستقوم. فحماس قامت بعملية التبادل من أجل الحفاظ على نفسها، وحسب رأيي فعلوا صوابا، وهي مناورة تكتيكية. لماذا أقول مناورة تكتيكية؟ لأن هذه المناورة لا تتحدث عن تغير جوهري بتمسك حماس بالصراع بين الشعبين وبطرق حل هذا الصراع، لكن أنا لا أستطيع إغلاق عيني عما حصل. فهنا نرى عملية مهمة بين حماس وإسرائيل بوجود الوسيط المصري، فأنا متأكد بأن هذه المفاوضات ستستمر في المستقبل لحل المشاكل العالقة اللوجستية والعملية بين حماس وإسرائيل بالنسبة لفك الحصار والحدود والمعابر والأسرى وأمور كثيرة. أنا أقول أيضا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغير في استراتيجية حماس، وذهاب حماس وإسرائيل لمفاوضات مستقبلية هو شيء سابق لأوانه أو ليس في الوقت الحالي، بل سيأخذ وقتا أطول. المفاوضات التي جرت بين حماس وإسرائيل، ألا تعتقد أن إسرائيل تريد توصيل رسالة لمحمود عباس أنها باستطاعتها إيجاد مفاوض بديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن هذه الصفقة صنعتها حماس التي من نتائجها أضعفت أبا مازن. يجب أن نذكر هنا أن حماس من خلال الصفقة حافظت على توازناتها وعلى اتجاهاتها كقيادة، ويمكن رؤية ذلك من خلال هوية الأسرى المحررين. يوجد بينهم أسرى من عرب 48 كما تسميهم حماس، ومن القدس الشرقية، ومنهم من فتح وحماس. تريد حماس أن تثبت للجميع أنها تولي اهتماما بجميع فصائل الشعب الفلسطيني ككتلة واحدة. من خلال وجهة نظرهم يرون أنهم لعبوا اللعبة بالشكل الصحيح كما يقال عندنا بالعبرية. أبو مازن فشل بسبب بسيط، أن حماس استطاعت إتمام ما لم يستطع إتمامه من عملية إطلاق سراح الأسرى، وعملية إطلاق سراح الأسرى كانت كبيرة، 1000 مقابل 1. ويكفي أن تسمع خطاب خالد مشعل واسماعيل هنية لتدرك النغمة التي تعزف عليها حماس. ألا ترى أن هناك تغير استراتيجي داخل حركة حماس، حيث نرى أنها تريد إثبات للمجتمع الدولي أنها قادرة على الإمساك بالمقاومة، ومن جهة أخرى إدارة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب الدولي؟ أجاب حماس بتوخ إسكازوت. أرادت حماس من خلال صفقة التبادل أن تثبت للفلسطينيين والعالم قوتها ومصداقيتها في إدارة مفاوضات مع إسرائيل، وأنها تلتزم بوعودها. هذا ما أرادت حماس إيصاله. أنا أتفق معك بالرأي أن حماس تحكم في غزة، يوجد لديها دولة في غزة شئنا أم أبينا. السؤال المهم هنا، هل باستطاعتك إدارة مفاوضات مع دولة ذات قيادتين حماس وفتح؟ أنا متأكد أن ذلك مستحيل. في الوقت الحالي حماس منبهرة وفرحة من تأييد الشارع الفلسطيني لها، فهي قامت بتجير الصفقة لحسابها الشخصي، وهي تعلم أنه من أجل إدارة دولة عليها أن تخفض سقف متطلباتها ورغباتها الإيديولوجية. ولهذا على المدى البعيد أنا أؤمن أنه من داخل حركة حماس سيظهر أشخاص يريدون خفض سقف التطلعات لتسويق نفسها كجهة تستطيع التعاطي مع المتغيرات والاحتياجات الدولية. إلى أي مدى هذا ممكن؟ يجب علينا الانتظار لنرى ذلك.